الحقيقة احنا خطتنا للأهوار واضحة جدا، انه نحاول جهد الامكان ان نحافظ على المناطق العميقة في الأهوار. اما المناطق الضحلة فهي تتعرض الى التبخر، وهي مسألة طبيعية جدا، لكن الممرات العميقة، البحيرات العميقة في الأهوار، مثلا بحيرة أم النعاج في هور الحويزة، هاي منطقة مهمة جدا نقوم بتغذيتها تدريجيا بكميات من المياه العذبة بالنهر دجلة. شوف، هذه مسائل يعني ما اتبعناها سابقا، إلا أنه أحيانا نضطر، ليس فقط مع جارة إيران، أيضا مع جارة تركيا. يجب أن يكون هناك مفهوم واضح لموضوع العلاقة واحترام العرف الدولي أو القوانين الدولية، اللي هي لا توجد حدود سياسية للأنهر، توجد أحواض أنهر يجب أن يتعايش عليها الجميع، وأن لا يتحقق ضرر ذو شأن على دول المصب. هذه نقاط حيوية جدا، وأن يتقاسم الضرر بين الدول المتشاطية. عندما يصرح وبمستوى وزير ويقول إننا نطمئن الشعب العراقي، لدينا خزين استراتيجي كافي لديمومة الزراعة الصيفية والشتوية، ولا يحمل دول المنبع المسؤولية عن قطع الإيرادات، هذا يشجع تلك الدول على تجاوز العراق والإضرار بحصتها المائية.